حياكم وطاب مساءكم. نتحدث اليوم عن الاحتيال المالي وما يلحق بالاحتيال المالي من قضايا مهمة جدا يجب أن تعرض على الجميع. اليوم معي الخبير المالي بأي طريقة كانت قد تنطبق عليك العقوبة وتصل الغرامة مثل ما قلت لك. ينطبق عليها هذا الوصف يعني مثلا يعني ممكن أنا أسقطها مثلا على التسول، قد يكون يدخل في الاحتيال المالي. طبعا أكيد يدخل مثلا فيه أي شخص أخذ مال شخص وجحده دون وجه حق، يعني يدخل فيها بأي طريقة صور. كانت طيب تقدر تعطيني صورها المحصورة عندنا مثلا هنا أنواعها؟ مثلا أغلب الآن في أغلب مواقع التواصل حلو يبيع لك، يعني والله يجي لك شخص يبيع لك سلعة ممتاز تتفاجأ لما تحول جزء من المبلغ بدون سلعة خلاص. إن الرقم الذي اتصلت به لا يمكن الاتصال به الآن، أغلق، انهى الموضوع يعني، فهمت؟ راح دور العربون، تكتشف أن أول شيء تروح تبلغ، تقدم كشف حساب، إذا كان المبلغ يسير بعضهم يسكت ويمشي خلاص يمشي. أي، ولكن المشكلة أنه يصبح في ضحايا في الموضوع غير اللي تعرض لعملية الاحتيال. يعني ممكن أنه بعض المواقع اللي تبيع بشيء رخيص بالضبط زي حراج زي مدري زي كذا ممكن يحصل فيها الاحتيال المالي؟ ممكن، موجود ادخل واقول انا بشتري منك ذي وارسل له وانتهى الموضوع. ابو زياد تدري وش المشكلة؟ المشكلة ان هذه السلسلة فيها انت الان تشوف بائع ومشتري، يعني ضحية يعني محتال ومحتال علي. نعم. انت لما تكتشف تلاقي سلسلة معقدة في ضحايا هنا في النص. مين الضحايا؟ اصحاب الحسابات اللي تحولت عليهم المبالغ، يعني الشخص اللي باع المنتج الان في الموقع الالكتروني هذا هو اساسا ما يملك الحساب هذا، الحساب هذا وزع على حسابات اخرين، حسابات اخرين الحسابات الآخرين هذول على بالهم أن المبالغ هذه عمولات قاعدة تنزل على الحساب وهم قاعدين، وأحيانا تنزل على حسابات أصحابها أساسا ما يعرفوا إيش اللي صاير، يكتشف بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر أن احتيال مالي، جهت اتصال من الشرطة، تعال فلان حضر، يجي الشرطة يكتشف لاقي ما مفتوح في حسابه في بنك ثلاث حسابات، الثاني حسابين، ثالث مؤسسة شخصية بنجيها. طيب في نمط متكرر، تاريخ معين، مناسبة أنت من خلالها، صفات معينة تحدث فيها الاحتيال المالي؟ شوف الاحتيال المالي يعني يكثروا عندك في شهر من أشهر؟ طبعا رمضان، رمضان شهر رمضان هذا سبحان الله، يعني ناس يعني ما تدري وين فك الناس اللي تدور العبادة، والناس شوف سبحان الله كل على يعني كل إناء بما فيه ينظر، يعني كل اللي ينتظر الشهر هذا للعبادة للصلاة للقيام للصيام وإلى ذلك، وناس تنتظر الشهر هذا للاستيلاء على أموال الناس أو الاحتيال وما إلى ذلك. يعني نقول المناسبات الدينية، ممكن المناسبات الدينية بالأخص رمضان والحج، تقريبا الحج، ولكن رمضان بي أنا أعطيك العمالة المنزلية. بجيك يقول لك أنا عندي عاملة منزلية، تعرف الآن ربات المنازل صح هذه الضربة في مقتل، عرفت؟ يجيك في عز الحاجة، تعرف أن هذه تبحث عن عاملة قبل رمضان بأسبوع أسبوعين، لو تروح لأطلق مكتب استقدام مستحيل يجيب لك العاملة في الأيام هذه ولو دفعت ضعف المبلغ. فيجي يقول خلاص ادفع لنا بس مبلغ ويومين والعاملة عندك. كيف؟ لا العاملة موجودة هنا مقيمة في السعودية، يلا تدخل تعطيه، ارسل لك الموقع
الإلكتروني طبعا حق الشركة هذه اللي يدعوا أنهم منسوبي الشركة هذه، مع العلم أن لو الشخص هذا أو عفوا خلينا احنا نقول أن السيدات هم اللي أكثر عرضة في الموضوع، 504,000 ريال، نص مليون جتني منهارة، يعني تقول شقاع عمري، يعني أنا قاعد أجمع من المبلغ هذا 200,000 لأمها، يعني مدخرتها عندها، كيف وش صار وش ما صار؟ نفس الموضوع، كانت والله أرسلوا لي رابط الشركة الفلانية ودخلت وموقع والتصميم وكل شيء للشركة، وارسلوا لي قالوا حط موقع سداد، سددي 200 ريال علشان تحجزي الطلب يعني، أو يصير لك حاجز أو ما إلى ذلك. دخلت وعلى طول تدبست فيها، دخلت على الحساب. وطبعا لازم الجميع يعرف نقطة واحدة ونقطة مهمة، إن المحتال ما هو شخص عادي، المحتال مبرمج أو مصمم أو مهندس، رجل يفهم في التقنية لأبعد حد. يعني هو الآن معطيك الرابط الإلكتروني هذا أو الموقع الإلكتروني، تأكد أنه هو برضو فاتح عنده نافذة قاعد يسوي كبي، بس أنت تدخل على الموقع المهكر، تدخل بيانات البنكية أساس أنك أنت تسجل وتدفع، تقول 200 عادي بسيطة حتى لو خذوها، وما الميتين هذه طعم، الميتين هذه يفتح لك المباشر عنده، لأنك قاعد تدخل رقم البطاقة ورقم السي في ورقم الكود اللي جاك على الجوال، هو يسوي كبي بيست. ممتاز. بما أنك ذكرت قصة المرأة، في إحصائية تقول أن النساء أكثر عرضة، صحيح ولا لا؟ صحيح. السعودية طبعا، نتحدث عن السعودية هنا. نعم. ظهرنا الإحصائية قبل سنة أو أقل حتى، من أي زاوية وليش؟ أشوف أن هم يستهدفوا ربات المنازل زي ما قلت لك، من ناحية التشغيل، نعم، العمالة المنزلية أيضا، يعرفوا أن بعض ربات المنازل بحاجة للعمل، سواء ممكن اللي تقول لك، والله مثلا عمل عن بعد، واللي تكلمنا عنها قبل شوي، العمولات، البيع بالعمولة، عطني حسابك تجيك مبالغ عليه مثلا 5,000 10,000، خذ لك 20% وحول الباقي أرباح ما إلى ذلك بأي طريقة أو بأخرى. فهم يعرفوا أن هم بحاجة للعمل أو بحاجة للمال، المال، أو يقول لك حنا والله تقصدون، ايوه نوظفك خلاص، انت عندنا هنا مندوب تسويق، انت جالسه في البيت، جالسه في البيت، نحتاج منك بس رقم بنكي، روح افتح حساب في البنك وجيبيه، انا عندي حساب، لا روح افتح حساب ثاني على اساس احنا نشتغل عليه. شوف المبالغ تجي يشغلون هم، يحولون عليك على البنك هذا، هو تمرير، يعني هي نفس الطريقه اللي تكلمنا عنها قبل شوي، اني انا ابيع منتج واقول مثلا على سبيل المثال ابيع لك منتج قيمته السوقيه 10,000، انا اعرض في الموقع هذا ب 8,000، لما يجي الشخص هذا اللي فعلا يبي المنتج هذا الحقيقي يقول والله لاقيه بسعر كويس، فرق 2,000 ريال، لا خلني اخذه من هذا، اقول له حول لي عربون 2000 ريال بس وتبقى 6,000، اذا حولنا عطني اياها، اذا وصلك المنتج عطني اياه. حولوا العربون، حولوا على البنك، نفس البنك اللي حولوا على حساب السيده هذه، السيده هذه، السيده جت المبالغ نهايه الشهر او نهايه الاسبوع 10,000 في الحساب، يلا خذي لك 2000 حولي 8,000، تحول 8,000 لحساب إلى خارج المملكة. ممتاز. أنا أجي للمحتال الآن، من هو المحتال؟ بقى المحتال الشخص داخل ولا في الخارج؟ لا في الغالب خارج، في الغالب خارج، خارج يوظفون الناس داخل؟ في الغالب إنهم في الخارج، العصابات هذه وأساس الاحتيال في الخارج، ولكن للأسف إن الضحايا والأدوات في الداخل. داخل. من هم الأدوات؟ هل ممكن يكون داخل البنك في أدوات مثلا؟ لا، شوف عمليات الاحتيال غالبا لا ما في، احنا نتكلم الضحايا. شوف لازم نوضح نقطة، ان المحتال مستحيل يخترق البنك، البنك يدفع مئات الملايين على النظام، البنك اخترق نظامك انت يا العميل، ايوه، ودخل الان كل عميل عنده نظام الكتروني هنا، صح، خدمات الكترونيه، ممتاز. انت لما يجيك الرابط او يجيك كود التحقق وتشاركه شخص انت ما تعرفه، انت كذا سمحت له بالدخول على النظام الالكتروني الخاص فيك انت، وليس نظام البنك اللي انت تتعامل معه، فهو اخترق نظامي انا كعميل. صحيح. نعم.
فانت هنا البنك يخلي مسؤوليته اساسا يعني، ولكن هذه غالبا يكون تفريط من العميل. العميل. طيب اذا المحتال قد يكون خارج البنك، هو عصابات معينه، هو هل كشفت اكيد عرف عنها اسماء مثلا؟ لا لا لا، هم خارج المملكه اساس العصابات، العصابات خارج المملكه، وهذولا يعني شلون اقول لك، عصابات بطرق احترافيه، هذول عندهم مستهدفات، هذول ناس يداومون مثل ما نداوم احنا، هذا يجي يداوم 8 ساعات يوميا على الجهاز وعليه تارجت، هو قاعد يتابع الحسابات، يتابع الاشخاص، يتابع الاشخاص اللي هنا متعاون معهم، الضحايا اللي قاعد يقول لهم انا افتح لكم حسابات بنكيه، انا اعطيكم عمولات، قاعد يشوف المستجدات، قاعد يتابع الحوالات، وقاعد هذول عمل، هذول قاعد شغالين منظومه يعني بطريقه. طيب لجنه الاعلام التوعوي المصرفيه دائما الحقيقه انهم نشيطين وعندهم، بس يعني ما هي ذاك تسوي الضجه لهم مثلا شعارات مثلا خليك واعي وغيرها، الا انه ذكرت في طريقه احتيال جديده انها يعني ممكن انها من سنه او اقل، اسم الشركه رسمي كانك تشوف الشركه نفسها في الموقع ويطلب منك كم مثل ما ذكرنا. في غير هذه الطرق انه يكتب اسم نفس الشركه، بجيك بغسل بيتك اسم شركه، بجيك كذا اسم شركه، بس ما شركات كبار فعلا. ايه هذه الطريقه، في شوف الطرق، وكم الطرق، عطني مجموعه من الطرق اللي تشوفها دائما باستمرار. شوف الطرق، انا تواصل معي واحد من الزملاء صراحه اليوم، او معنى اصح واحد من المتابعين، حلو، عنده مؤسسه ويرغب بتمويل حسب مستنداته وعمر المنشأة، البنك تو يعني تو ناشئ، غالبا ما يعطوا، لأن في بعض البنوك الآن تعطي على نقاط البيع وما إلى ذلك، لازم تكون يعني اشتراطات، يعني لازم يسجل سنتين وكذا، شو الجدول المشروع هم بالمسؤول بالضبط، فهو اشتراطاته لا تنطبق على التمويل من الجهات التمويلية البنوك وما إلى ذلك. غاب يومين رجع لي وقال لي لقيت شركة بتمولني بتعطيني المبلغ. قلت له الله يبارك فيك، رح الشركة، قال ارسلوا لي رابط وقال ادخل على ابشر سجل بياناتك. قلت ايوه ارسل لي الرابط. وقالوا لي حول 2000 ريال على الحساب. قلت لا خلاص لا ترسل الرابط، هذه عمليه احتيال خلاص خلصنا، بدون ما ترسل الرابط انا خلاص مجرد الان هذه خلاص انا اي ما في لا تمويل ولا في المبلغ، انا اعطيك السيناريو الان وقبل ارسل، ولكن انا احتاج انك ترسل لي الرابط على اساس انا برضو ابي ادخل واتحقق منه. حتحول المبلغ على الحساب الجاري، حتدخل على ابشر، راح اول شيء يسحبوا المبلغ اللي موجود عن طريق الخدمات الالكترونيه، راح يفتحوا سجل تجاري باسم المنشاه، وراح يفتحوا حساب بنكي باسم المنشاه، هذه كلها تتم عن طريق ابشر. فلو دخلت على الرابط هذا على اساس تسجل بياناتك وتاخذ التمويل، اعرف تراك بتخسر ال2000 وراح تكون ضحيه عمليه احتيال، حتتضح معك بعد شهرين 3 اشهر، راح يجيك اتصال من الشرطه وراح تلاقي قدامك يمكن 20 خصم يطالبونك في مبالغ. كيف المبالغ؟ تقول انا ما عندي مؤسسه، ما عندي حساب بنكي، دخولك على الرابط هذا انفتح الحساب البنكي وانفتح السجل، عفوا انفتح السجل التجاري وانفتح بموجب الحساب البنكي وتمت العمليات. هذول كل الاشخاص دول الان يطالبونك. يصير هو يواجههم؟ اي طبعا. خلاص؟ هو خلاص هو المسؤول، هو صاحب المنشأة. هنا النظام الان، الشرطة، انا الان لما اتعرض لعملية احتيال انا هذا الضحية، بس انا ما لي علاقة، انا تحولت لحساب مؤسسة فلان. انا اروح اسحب كشف حساب واروح للشرطة، الشرطة خلاص تجي تعال انت يا صاحب المؤسسة، هذا بلاغ ضدك، يلا عطنا تلاقيه هو برضه تعرض لعملية احتيال. ايش كيف تمت؟ كيف صارت الآن؟ يعني تقع المسؤولية عليه أكيد 100%. وين الجهات الأخرى مثلا اللي تحميه مثلا؟ لا شوف شوف، هذه احنا نقول غالبا، ولا القانون ما مغفلين؟ والله شوف، هو خلينا احنا نجيبها بطريقة ثانية، ان يعني التطور التقني خدم ناس وضر ناس. أو ما نقول ضر ناس، ناس أساءت استخدام التقنية، ولكن حنا نتفق أنها خدمت ناس في المجمل، أن الخدمات الإلكترونية وفتح الحساب الإلكتروني بلا شك
انت تقدر تفتح حساب وانت في الدوام مثل ما تاخذ اجازه وتطلع، او انت يعني في اي مكان إن كان تقدر تفتح حساب بكل امان وبكل يعني موثوقيه. طيب هم يحاولون ياخذون البيانات عن طريق ابشر وعن طريق الجهات المعنيه هذه؟ شوف انا بعطيك هذه الافضل يعني انا بعطيك نقطه واحده. ابشر وكثير ناس يتساهلون في ابشر. رمز التحقق حق ابشر هذا لو تشاركه، وانا متاكد ان في ناس كثير يشاركونه خاصه اصحاب مكاتب الخدمات، اللي يروح مكتب خدمات يقول سجل لي في حساب المواطن ولا في الضمان اي صح ويشارك الحساب، ترى في اجهزه تحفظ الارقام هذا لما انا اروح مكتبه ولا مدري ايش كذا يفتح لي ويسوي أيوة أيوة. قد يكون ولا والمصيبه انت عارف ايش المشكله؟ انه يفتح النظام ابشر خلص له خدمه ان كان سواء اي خدمه حكوميه يخلص يحاسب ويمشي والنظام شغال عند الرجال. انت عارف النظام هذا يقدر يصدر وكاله بالسحب من الحساب، وهذه صارت أذكر لك قصه مع عليها. شخص سحب من الحساب البنكي انشاء شركات ومؤسسات، تقدر تفتح حسابات بنكيه مؤسسات وافراد شخصيه، يعني هذه تقدر تسوي فيها كل شيء اللي ممكن تكون عواقبها عليك، يعني يتم استخدامها بطرق زي ما قلت لك إساءة استخدامها، وتكون الضحية والمسؤول الأول أنت أمام الجهات المختصة. يعني هذه من طرق، يعني أنت تقول أنه يدخل محل وهو ما بعارف في التقنية مثلا ويقول له افتح لي أبشر وسوي لي كذا والخدمات وسوينها، ثم يطلع ولا يقفل الخروج يسوي الخروج وتستمر موجودة مفتوح وقد تستغل. أبشر عندك أبشر أو الناجز، ناجز مصيبة. ناجز أنا أقدر أرفع، يعني لو فتحت ناجز هنا أقدر أرفع دعوة قضائية على أي شخص، فهمت؟ أو أقدر أتنازل أو أرفع طلبات تنفيذ أو أقدر أسوي وكالات، الوكالات بحالها مصيبة مصيبة. طيب مر عليك قصص من هذا. وكالة على طاري الوكالات، جاني شخص البنك طبعا كبير في السن، يعني أعتقد أنه تجاوز 60، جاني منهار وأنا يعني من كثر يعني ما تمر يعني أقدر أحاول أني تهدي منه هدي وحقك بإذن الله راح يجيك، بس على أساس نقدر نعرف وش الطريقة. طلع الرجل جاني يوم الأحد، يوم الخميس كان في المستشفى منوم بأي طريقة أو بأخرى، تسربت بياناته وتم إصدار وكالة بنكية، يا إنه عطى أحد أبشر أو ممكن أحد من عياله راح عن طريق مثل ما ذكرنا خدمات وما تم، المهم بأي طريقة أو بأخرى تم إصدار وكالة عن طريق. المهم قبل أن ندخل على موضوع الوكالة دخلت على النظام قلت له يا عم أنت يوم الخميس ساحب 120 ألف من الفرع الفلاني. قال لا يا ولدي أنا في المستشفى منوم يوم الخميس. قلت له والله يا عم دقيقة كذا كيف؟ قال والله يا ولدي أنا عندي عملية ومسوي يوم الخميس أنا في المستشفى والله. قلت والله هذا النظام عندي هنا يقول إنها عملية وسحب من الفرع. قال يا ولدي أفك لك تشوف. قلت والله مصدقك يا عمي بس خلاص استريح خليني أتحقق السبب. نعم أرسل إيميل مباشرة على الفرع، نأمل الإفادة عن بيانات الساحب. تقريبا ربع ساعة نص ساعة كان إيميل، تم السحب من الوكيل الشرعي للعميل، انتهى نقطة آخر السطر. وذكر الوكيل ولا ما ذكر؟ ذكر الوكيل طبعا الوكالة، البنك نفذ الطريقة. البنك هل الوكيل قريب منه ولا ها؟ الوكيل كان قريب منه من العائلة؟ ما أعرف ولا ما تعرف؟ ما أعرف. أنا طبعا يوم اتضح طبعا بعد الموضوع انه تعرض لعمليه احتيال وانه صدرت وكاله لشخص وتم سحب المبلغ، طبعا تحولت جنائيه راحت الشرطه. فطبعا انت تتكلم 120 ألف مبلغ مش بسيط جدا، عرفت؟ ف شوف التفريط يعني باربع ارقام بكود، شوف خسروا 120 ألف. هذه ممكن يعني مثلا لو تصير فكره يعني
انه اللي يصدر الوكاله يكون يصور مثلا صوره هو يتكلم فيديو وترسل لنفس الوكاله عشان يتطمنون ويتاكدون. هذه شوف والله شوف للامانه يعني هذه للجهات الامنيه. شوف للامانه من هذا المنبر يعني شكرا شكرا لوزاره العدل بصراحه من يعني من الجهات الحريصه جدا والتقدم الالكتروني والرقمي بشكل ما تصور. يعني انا صراحه قاعد اقرا قبل اسبوع توثيق الـ الرضاعه هذه كم صارت فيها مشاكل يعني الان تقدر توثقها عن طريق ناجز. هذه صراحه يعني عمل يشكر عمل ما يحتاج. ايوه فالان صار الوكالات خلاص يدخل على النظام بابشر تسوي وكاله برمز بالكود هذه خلاص يعني بدل ما هي خدمت ولكن الناس لازم ينتبه للواحد بالضبط. هو هذا رمز التحقق. حنا نقول وعندي في جميع حساباتي في مواقع التواصل الشعار هذا موجود مستحيل في اي تدخل على اي حساب لا تشارك رمز التحقق. هذه رساله كفيله بان خلفها مآسي والله العظيم لو نقعد نحكي يمكن الى الصبح ما يعني خلص. اذا صار رمز التحقق هذا الكل رمز التحقق انا ادخل لو انا في المحل ايه اكتب انا بنفسي رمز التحقق وخليه يواصل هو العمل مثلا تقصد زي كذا. لا انت يعني قصدك لو دخلت مركز خدمات على خدمات كذا الخدمة أيوة. وجاني الرسالة ممتاز ما اعطيه الرقم. لا انت هو عندك لو تعطيه ما عندك مشكلة. طيب انا اتكلم اللي يكلمك بالجوال يقول لك تعطني رمز التحقق وانت ما تعرف أيوة الشخص صح. هذا اعطني رمز التحقق هذه هنا المصيبة. لكن شخص عندك ما عندك مشكلة هو قدامك وانت عارف ايش قاعد يسوي. اهم شيء انت يعني احنا نقول الان التقنية والان ما شاء الله يعني اصغر الان يا رجل اللي ما دخل المدرسة يعرف يدخل على الكمبيوتر ويعرف ان هذا في نت ولا ما في نت. فانا ارى ان يعني انت لو قريب يعني انا ما ارى انك انت تروح تحتاج انك تروح خدمات طالب ولا تروح خدمات صح على اساس انك انت تروح تفتح مثل المواقع. شوف ابنائك وش يسوون بالضبط يا اخي. ممكن هو يفتح لك هو يدخل لك على ناجز ولا يدخل على النفاذ الوطني ممتاز. ولا هو ينهي لك الموضوع. طيب يعني ليش في ناس يحتال عليهم وناس ما يحتال عليهم؟ ليه تصل الحيله على بعض الناس وبعض الناس لا؟ على كل حال او قبل ذلك وش الطبقات اللي مرت عليك في المجتمع؟ هل هي الطبقات الفقيرة ولا الغنية اللي احتال عليها؟ هل هي النساء أو الرجال؟ احنا ذكرنا النساء والرجال كبار صغار. شوف الاحتيال والله ما استقراءك الذهني. شوف تبيني أصدمك؟ تخيل جاني محامي تعرض لعملية احتيال. الله الله اي والله. طيب يعني أنا أقول له يعني كذا أنت طب هذا احنا نجيك عشان أنا صح قال لا تسألني على أساس كذا. أنا أقول لك المحتال يجيك في مقتل يجيك يا أنت قاعد تسوق السيارة يا أنك هو أذكر من الضحية طبعا. هو يجيك يعني بطرق وبأساليب يعني أنت ما تطري على البال. يعني أنا جاني دكتور الله يمسيه بالخير إذا كان يشوفني نفس الموضوع. جاء دخل البيت هو جاي من الدوام عرفت تعبان يعني عرفت عمل 8 ساعات 9 ساعات صح. والدكاترة أحيانا يصلون إلى 12 ساعة عمل. جاء دخل استقبلتها المدام قالت لا أنا حجزت عندي عاملة بتنزل كذا ولازم نسدد مبلغ الحج خلاص قطعها بطاقة على طول. البطاقة الحد اللي تماني فيها 67,000 دخلت البيانات عشان تخصم 2,000 ريال قطعها وراح ما جاء إلا شوية سحب 20 20 20 20 20. قام الرجال من النوم منفسع خلاص راحت. كيف تمت يعني شف يعني احنا نقول اللي ان الام يعني الزوجة من حسن نية يعني هي ما تسي يعني هي لو عارفة ان الموضوع هذا بيصير لكن جاء ثقة زوجتي طلبتني البطاقة ما اعطيها اياها. لكن الضحية وين او المحتال وين اللي قاعدة تتواصل معه الحجز. دخلت بيانات البطاقة مسيكين دخل يريح ما قام من الغفوة هذه إلا والأمور راحت كلها. فهذه أنا أقول الغفلة في هذه الغفلة يعني ممكن أي شخص معرض للاحتيال. أي شخص لا تقول جاني بعد رجل ضبط جنائي عفوا رجل ضبط هذول اللي يستقبلون البلاغات في الشرطة الله والله العظيم متعرض لعملية احتيال كيف. فعشان كذا أنا أقول لك احرص طالما انك لم تشارك البيانات التحقق انا اقول لك واضمن لك ضمان ما يستطيع احد بعد الله ان اتحدى احد لو اطلق هاكر انه ما يقدر
يصل لك، يصل لبياناتك يعني ومعلوماتك المالية. طيب وش الأبرز العلامات اللي تقول لي هذا محتال؟ أنت أكيد وصلت معك، ذكرت النقطة الأولى أنه يطلب منك رمز التحقق صح؟ شوف أنا بعلمك شيء، سلعة بثمن بخس هذه مؤشر عملية احتيال. خذها قاعدة، سواء في موقع إلكتروني أو في أي مكان، سلعة يعني بالمنطق أو بالعقل، يعني حاول أنك العاطفة في الأمور المالية ابعدها تماما. سلعة بثمن بخس انتبه، هذا مؤشر، مؤشر. طيب البيتكوين أو العملات الرقمية هذه موضوع آخر وعليها آفاق. اي طبعا، شوف احتيال شديد في شباب اليوم بدخل التكوين ويعطوني. شوف انا بس عشان في نقطة عشان لازم يعرفونها المشاهدين، عملات الرقمية غير مرخصة عندنا الآن، يعني تعتبر تعامل ما نقول ممنوع ولكن غير مرخص من الجهات المختصة أساس أنت تقدر تتعامل. لأنه في الشباب صار دولة يقول لك أدخل هذا الاحتيال عن طريق طيب مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الصغار والسوشيال ميديا. لا لا، هذه في أنا عندي واحد من المتابعين الله يعطيه العافية، عنده تقريبا الآن تقريبا تتجاوز 1,200,000 محجوزة في عدة بنوك، يعني سببها العملات الرقمية. عملات الرقمية، بيع العملات الرقمية 1,200,000 في عدة بنوك سببها العملات الرقمية. طبعا هو يبيع، هو شغال بطريقة نظامية في العملات الرقمية، ولكن في عصابات حتى العملات الرقمية ما خلوهم نفس الطريقة، يفتح حسابات بنكية يجي ياخذوا العملات. انت تجي مثلا انا اشتري منك، تحول لي مبلغ، عفوا تحول لي على الحساب، انت الان بعت لك من منصة العملات الرقمية عملات رقمية قيمتها مثلا 100,000 ريال. خلاص انا اقوم احول لك على حسابك في بنك ما، خلاص المبلغ، الحساب هذا اللي تحول عليه المبلغ راعيه ضحية، يعني مفتوح حساب بدون إذنه، زي ما قلنا، زي ما ذكرنا قبل شوي، ممكن خذوا أبشر حقه أو استخرة شغال، أو ممكن قالوا له عطنا الحساب ونعطيك عمولة شهرية مقابل إن المبالغ اللي تنزل هنا خذ لك عمولة وعطنا الباقي. هذا يروح الآن خلاص رفع بلاغ، أنا حولت مبلغ لي أحمد، مجرد الآن طبعا مع لجنة البنوك السعودية، الآن في لجنة مشتركة برئاسة أعتقد أن بنك البلاد، يعني غرفة مشتركة فيها جميع موظفين البنوك، أي شخص يتعرض لعملية احتيال يتم التواصل، يعني مثلا أنت مع بنك الراجحي زي مجرد ما العمليات. أيوة خلاص أنا تعرضت لعملية احتيال، مباشرة يدخل على حسابك، يعرفوا أنك تحول من حسابك إلى الإنما، مباشرة موظف بنك الإنما قدامه طق وقف عشان يمسكون أساس يتحفظوا على المبالغ قبل تطلع. طيب طالما أنها موجودة فهي قابلة، حفظ عليها، تحفظوا على المبالغ، اصدر لي جيب عد أحقيتك للمبلغ بموجب قرار قضائي أو بحكم أو بصك، احنا نفتح لك. لكن أهم شيء طالما أن المبالغ موجودة في البنوك هنا. طيب أبو أمير، أنا ودي، أنت ذكرت قبل شوي أنه من الاحتيال أو المحتال إلى الضحية عاد بينهم طرف ثالث وكذا، الآن وصل خلاص الضحية الآن في المشكلة، ماذا يحدث بعدها؟ وش يسوي أول فكرة يسويها؟ أول نقطة تواصل مع البنك اللي تتعامل معه، اللي وشو رقم لهم، رقم واحد. اي طبعا كل بنك له رقم وشغال 24 ساعة. تتواصل معه مباشرة لإيقاف البطاقة الصراف الآلي وإيقاف الخدمات الإلكترونية ورفع بلاغ إن الشخص هذا تعرض لعملية احتيال أو اشتباه عملية احتيال. ممتاز. هذه النقطة الأولى. ممتاز. هذه النقطة الأولى، هذه الآن توقف على أساس لا قدر الله يعني ما يتمرر أو يدخل برضو على الحساب مثلا أو يزيد الخسائر. بالضبط. إيه يعني لو سحب زي ما قلنا مثلا 1,000 2,000 خلها تروح والباقي يتحفظ عليه، فهمت؟ خلاص الآن وقف الخدمات الإلكترونية، خلاص ما عاد يقدر يسوي أي شيء. ياخذ حساب طبعا، يتوجه للبنك، ياخذ حساب كشف حساب بالعملية يكون مختم،
ضروري يوضح فيه عملية رقم الحساب اللي تمت عليه العملية ويتوجه للشرطة على طول بعدها يتوجه للشرطة وهي بتشتغل هناك. طيب طبعا هي خلاص تحول الان للشق الجنائي ويتم يتم البحث عنها. طبعا تدري ايش المشكله ابو زياد؟ ناس يتعرضوا لعمليات احتيال بمبالغ يسيره ويقول خلاص مشيت وانتهى، تخليه لا تسكت عن عمليه الاحتيال حتى لو كانت صغيره، يعني حتى لو 100 ريال، يعني انت تستهين في المبلغ تقول لا والله انا بروح. انت اذا رحت واتخذت اجراء راح تحمي غيرك. يعني الآن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشكورين في رقم لهم موحد 330 330، يقول لك إذا جتك رسالة نصية أو اشتباه، يعني يقول لك عندك بطاقة تصرف على وشك الانتهاء أو أنا موظف البنك أو ما إلى ذلك، أنت تشك أن فيه اشتباه بس ارسل رقم الجوال ونص الرسالة بس، هم يتولون الموضوع. أنت كذا حتكون يعني شاركت وتفاعلت يعني وساعدت إنه ما يكون في ضحايا. وهنا إجراءات الاتصالات وهيئة تقنية المعلومات راح يتتبعوا الرقم هذا، وإذا فعلا حصل بلاغ من أكثر من شخص راح يتم حجب الرقم هذا، ما حيقدر يتواصل مع أي رقم هنا في السعودية. كذا يكون أنت شاركت، وكذا يعني لو صار في تعاون وصار في مسؤولية أو أدنى مسؤولية عند كل شخص، كذا بإذن الله إنه راح خلاص يعني يصير المحتال يعني بالعامية يعني ما له طريق، يعني أو صدناك أو كشفناك، ما عاد خلاص ما عاد أساليبهم صارت مكشوفة يعني، عرفت. لكن المشكلة في اللي يسكت، هذه المشكلة اللي يسكت ولا يشارك. إيه هذه المشكلة. طيب خلني اتجه الآن إلى الضحية نفسه، هل في أحد قدر يرجع فلوسه؟ والله شوف، وبعدين مهما عندنا نظام إنه يوقف شو اسمه التحويل الخارجي ويخليه مثلا اسبوع، ما يقدر يحول حتى يصير اسبوع، تبقى الاموال هنا. لا في اموال كثير صراحه طريقة خرجت تجزئه مثلا. لا في اموال كثير صراحه خرجت، واللي خرجت انا اعتقد انها ما ترجع. اي والله انا حسب يعني علمي صراحه ما ترجع الا اذا كان في يعني ما اعرف صراحه، لكن الداخليه المتحفظ عليها اللي زي ما قلت لك تحج يعني تحفظ عليها البنك غالبا ترجع بعد قرارات وأحكام قضائية، يعني عرفت تثبت يعني طبعا ترجع تروح للشرطة تأخذ لها مجراها يعني 6 شهور ممكن تصل سنة يعني حسب متابعة ال نعم، وترجع وزي ما قلت لك يا بقرار أو بصك يعني حكم قضائي. طيب هذه البنوك، طيب البنك المركزي إيش الدور عند البنك المركزي؟ هل يستطيع يكتشف هذه الأشياء؟ والله هو تحيلات. شوف البنك المركزي انا ما انا يعني هو يعني يقع الثقل او الحمل الكبير او المسؤوليه الكبرى على البنك التجاري اللي هو العميل. الان العملاء هم عملاء البنوك التجاريه وليس عملاء البنك المركزي. البنك المركزي هو الجهه المشرعه على البنوك، هي اللي تقدم الدعم، تقدم يعني الرقابه على البنوك ما الى ذلك. لكن البنك هو طبعا انا اعتقد ان جميع البنوك هي موجوده لديهم ادارات الاحتيال، هم يتابعون عمليات الاحتيال ترى بشكل متكرر. اغلب بما انك ذكرت النقطه هذه، كيف تشوف رقابه البنوك؟ يعني انت عندك قصه ذكرتها لي انها الحقيقه كبيره جدا، قل لي هذه القصه. شوف يعني ضد الاحتيال المالي، شوف انا مثل ما ذكرت لك البنوك صراحه تقوم بشكل يعني بجهد كبير صراحه، وكل بنك عندهم مثل ما ذكرت لك ادارات الاحتيال، ادارات الاحتيال الان كلهم يعني ما شاء الله يعني انا اشوف يعملون نعم للامانه يعملون وبجهد يعني وبطرق يعني، ولكن الامر يعني او الحاله هذه او الظاهره هذه تحتاج تكثيف اكبر. يعني سواء يعني رغم جهدهم ما غطت شيء كبير، لا زالت الى الان عمليات الاحتيال والى الان المحتالين. لازم انا ارى صراحه من وجهه نظري يعني نقول موظفين الصف الاول او الخط او الدفاع الاول اللي هم موظفين الفروع لازم يصير عندهم اساسيات عمليات واساليب الاحتيال. يعني هذول الصف الاول ممكن تمشي عليه؟ الصف الاول هو اللي يواجه الجمهور. انت كيف تفعل اداره الاحتيال في الاداره؟ الاداره ما تقدر توصل الا بالطرق الاعلاميه فقط، بس توصل للجمهور للعميل.
لكن الآن العميل اللي يجي يزور البنك، أنا أقول موظف البنك المفترض يصير عنده أساسيات أساليب عملية الاحتيال يا أخي. وأنا قاعد أدردش مثلا، أو أنا قاعد أفتح حساب مثلا، أو أني أنا قاعد أسوي تمويل للعميل أو ما إلى ذلك من الخدمات المصرفية، كيف أبو فلان كيفك مع عمليات الاحتيال الظواهر هذه؟ ها في أكيد ما في أحد خلى منه. أعطي جرعة، أعطي كذا، انتبه، ترى كذا، ترى طرقهم كذا، ترى سوي كذا، فهم؟ هذه أنا أرى أنها تعطي، يعني يسأله ليش تفتح حساب مثلا؟ لا لا، يعني يعني من يعني أو من طرق يعني يقدر ينعم، يعني الحديث الجانبي مثلا، يعني بحكم أنها ظاهرة. وتشوف أنت الآن أغلب الفروع، أغلب البنوك ما شاء الله، يعني الشاشات تشوفها تمويل بطاقات مدري إيش سيارات، طيب حط احتيال مالي، حط مقطع فيديو، حط رسالة، خل هذه في الفروع. طيب يا أبو أمير، في عبارات أنا ودي تعطيني إياها، العبارات هذه جذابة عشان الناس يعرفون العبارات هذه. وظيفة أحلامك. سلام، هذه من العلامات يعني، أو طعم. أي هذه شعارات أو إغراءات يعني يستخدمونها يعني لإوهام أو وهم الضحية. يعني كيف يعني يجيك مثلا واحد راتبه، عفوا شهادته سادس أو متوسطة، قلت تعال نعطيك 15,000، وين يحلم فيها؟ تلاقيه مسكين يعني صح. يطلع من راتب 4,000 إلى 5,000، 4,000، 5,000، زين إذا 6,000 هذا مرة يعني فجأة تجيه 15,000 ولا تجيه 10,000، وش اللي يجيك؟ يعطونا المبلغ، المبلغ هذا اللي يعطونا إياه 15,000 يتم احتيال أو استيلاء على أموال تتجاوز 300-400,000 ريال، يعطونا منها 15,000 ريال. وقد يكون يفتح حساب على حسابه هو ويستخدمون، فتح حسابات يعني الآن المبالغ هذه اللي تحولت على حسابه بعد 3 أشهر 4 أشهر يلاقيه مطالب بمليونين 3 مليون نتيجة التعاملات هذه. طيب ضاعف فلوسك، ضاعف فلوسك، هذا الاستثمار يعني، الاستثمار، استثمر فلوسك قاعد تحط 1000 وبكرة تصير 10,000 مرة. هذه الآن خاصة الاستثمار الوهمي الآن هذا مصيبة كبيرة، هذه يرقونك فوق السحاب، وإذا جاء وقت الجد ما تلقى رقم زين إذا لقيت نص رأس مالك. طيب أبو أمير، معك موظف البنك أو معك أنت حسابك ترى مهدد أو زي كذا، إيش رأيك في هذه؟ هذه عملية احتيال، هذه مو باشتباه إلا هذه أكيد إنها عملية احتيال، لأن البنك أساسا ما يتواصل معك عشان تحديث البيانات. البنك الآن عند البيانات أصلاً، كل البيانات موجودة عندك وأتاحها لك في المباشر، أتاحها لك في الخدمات الإلكترونية، في جميع الفروع الآن موجود مكينة خدمات إلكترونية متاحة 24 ساعة لمدة 7 أيام، يعني حتى خارج أوقات العمل موجود. تبي تحدث تاريخ انتهاء الهوية، تبي جميع الخدمات تقدر تحدثها عن طريق هناك. مستحيل يعني بالعقل بالله يا أبو زياد، الآن بعض البنوك تتجاوز عملائهم 4 مليون 5 مليون، بعض البنوك تتجاوز عملائهم أكثر من 10 مليون. هل بالله يعني الكل عميل اللي بيقعد يحدث لك عن طريق التليفون؟ صح، يعني بالعقل لو فكرنا فيها بالعقل يعني ما تصير. طيب ثلاث ثغرات، يا يجيه رسالة، يا يجيه اتصال، يا يجيه رابط، صح ولا لا؟ بالضبط، تقريبا هذه هي التواصل. بالضبط هذه هي. إيش أكثرها من واقع خبرتك؟ شوف أكثر عمليات اللي تتم يعني وفعلا تتم عمليات، أحيانا يتعرض لعملية احتيال ولكن يعني يكتشف في نص ده نص الطريق يعني، فهمت، ويحذر منها يعني، فهمت. لكن مشاركة رمز التحقق هذه رقم واحد، انتهى، هذه تكون بالاتصال طبعا، انتهى. انت يلا دخلني مدري ايش كثير، شاركت رمز التحقق يعني انت عطيت مفتاح البيت. تدخل غريب بيتك توقع كل شيء. جميل. يعني انت رمز التحقق الان دخلته، توقع انه بينفتح حساب بنكي باسمك، توقع انه بتفتح مؤسسه باسمك، توقع انه تصدر وكالات باسمك، توقع كل شيء، كل شيء قابل ما دام انك انت شاركت رمز التحقق. طيب انا بنتقل من شقك انك خبير القانوني الى الخبير المصرفي، احنا بندخل الان في التمويل وانت اخذت الخبرتين. طيب التمويل اليوم
جزء من الأمور المالية عشان كذا أنا وأنت مهتم في هذا الجانب. جهات التمويل عندنا ممكن تعطينا تصنيف عليها؟ في صناديق نسمع الصندوق كذا، البنك كذا، الجهة كذا، يعني من اللي يمولني؟ لا أنت شوف، أنت في الأخير يمولك البنك والجهات التمويلية. لا مثلا عندي مشروع ترى في صندوق أو هدف أو كذا. لا شوف هذه الصناديق كذا، أنا أبغى التمويل كله. لا شوف أنت أول شيء خلينا نقول تمويل الأفراد أول شيء، اللي هو التمويل الشخصي. الشخصي. أيوة. العقاري. تمويل العقاري، تمويل السيارات، هذه تمويل الأفراد، هذه ممكن عن طريق البنوك يتم تمويلها. ولكن للأسف صراحة إحنا دائما بنذكر الخدمات، ولكن المحور الرئيسي للحلقة إن لازم نذكر يعني المشاكل فيها. المشاكل اللي تتم. الوسطاء للتمويل هذه مشكلة، وهذا ضمن الاحتيال المالي جدا، هذه في احتيال مالي وممارسات غير مرخصة وما إلى ذلك، وهذه تسبب برضو مشاكل للمدى. عطني احنا نشوفها دائما عند البنوك ملصقة عند مدري ايش، بنسدد لك وبهذا بنسدد لك هذا هو الوسيط اللي تقصد؟ اي نعم، هذه الممارسات الغير مرخصة، وهذه صراحة والله في جهد يشكرون عليه البنك المركزي على مكافحة، ولا زالت موجودة ولكن بشكل أخف من سابقا. أول تشوف البنك جنبه 3-4 مكاتب خدمات عامة، سداد، ما إلى ذلك زي كذا. هذا يجيك واحد عنده 150,000، يلا تعال سدد لك مبكر وطلع لك تمويل في نفس اليوم. أول قبل هذا كله وقبل الممارسات الشرعية، يعني شرعية نعم التعامل لا تجوز. لا تجوز، هذه ربا، دين مع دين، مال مقابل مال، يعني أنا يعني تسدد له الآن حتى تقول لي بعت يا وش هذا، بيع العينة، يعني تقول لي أنا عندي صح الورقة هذه باعها على 20 واحد. إيه صح، هذه ما هذه تحايل، فهمت؟ أو صحيح. فهذه طيب إحدى طرق التمويل عندنا في البنوك، وش اللي صنفها اللي أعطني إياها عن فكرة وأغراضها؟ التمويل مثل ما ذكرت لك اللي هو التمويل الشخصي. أي التمويل الشخصي اللي هو التمويل، هذا تمويل الأفراد، التمويل الشخصي، التمويل العقاري، تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك هذه للسيارات، أي شيء فيه بيع وشراء بتمول البنك. أي طبعا هذا النشاط، يعني طبعا وحسب ترخيص البنك المركزي إن مزاولة التمويل هذه من أحد أنشطتها، من أنشطة وظيفتها أيوة البنوك، وكذلك الجهات التمويلية. نعم. الجهات التمويلية برضو تقدم التمويل في المختصين بالعقار وأيضا اللي مختصين بالتورق. طيب في عندنا حاجة اسمها البطاقات البنكية وانت عارفها، انت ذكرتها وذكرتها بأصنافها، وش أسوأ شيء فيها؟ احنا دائما نسمع الائتمانية وتحذروا منها. والله شوف البطاقات الائتمانية هي منتج يعني، ولكن احنا ما نقول ان البطاقات سيئة، ولكن نقول إدارة البطاقة استخدام البطاقة هي اللي سيئة، يعني تعتمد على الإدارة. أيه. ولا البطاقة هي في عندك بطاقات مرابحة، في عندك بطاقات حسم شهري، الحسم الشهري هذه قرض حسن بدون فوائد، بطاقة المرابحة كأنك تاخذ تمويل، كأنك تاخذ تمويل مرابحة، تاخذ سلعة يبيع لك إياها البنك، وبدل ما يودعها لك في حسابك الجاري وتاخذها كاش يودعها لك في البطاقة الائتمانية ياخذها لك. نعم. سددتها، عندك تاريخ استحقاق شهري، سددت المبلغ المستحق في التاريخ هذا، ما حياخذ عليك فوائد. جاء تاريخ نهاية الشهر مثلا على سبيل المثال، عطوك البطاقة فيها حد ائتماني 10,000، انت رحت خذيت سحبت 10,000 عملية واحدة ممتاز، وجيت قلت والله يا البنك انا ما اقدر اسدد لكم مرة واحدة، ابى اقصدها لكم كل شهر بعطيكم 1,000 ريال خلاص. هذه شرعيا طبعا عشان تكون مجازة، هو باعها لك منتج مثل ما قلت لك، اعطاك تمويل ولكن اعطاك اياها في البطاقة، بحيث انك لو تبي تقصد البطاقة فيما بعد تكون بطريقة شرعية. يقول لك خلاص انت والله تبي تقصدها، كم تبي تقصد لنا في الشهر؟ 1,000 ريال خلاص، 10,000 هذه ترجع لنا الحين تاريخ 25 من الشهر هذا حيستحق عليك 1,000 ريال، كم المبلغ المتبقي؟ 9,000 صح من العشرة. التسعة آلاف هذه حناخذ عليها هامش ربح 2%، حتروح لجهة التمويل
والألف حيرجع رصيد للبطاقة وهكذا. ولكن البطاقات يعني هامش ربح كم عالي. كم هامش ربح عالي تستيق. يعني سداد ممكن توصل يعني أنت تتكلم 10,000 يعني ممكن في السنة يأخذ عليك 24% فائدة. طيب هي كم تجلس شهر عشان أسددهم ما يرفعون علي السعر؟ لا أنت عارف إيش المشكلة؟ قلوا 21 يوم؟ لا هو شوف إذا ما سددت ولا شهر؟ لا هو أنت تقدر تستحق، هو هي لها تاريخ استحقاق تقريبا 25، يعني مثلا سحبت الشهر هذا تاريخ استحقاق شهر، تاريخ استحقاق شهر، يعني مثلا الحين حنا 15 سحبت تاريخ 15 ديسمبر حيحل عليك قسط الشهر هذا. أنت والله مثلا جاء نهاية الشهر وعندك المبلغ كامل تقدر تسدده كامل، تقول أنا لا والله ما أقدر أسدد كامل، حسدد جزئي أو قسط. عندك متاح 5%، 10%، 20%، 50% وما إلى ذلك، تسدد جزء حياخذ عليك هامش ربح 2% تحت، تفرق من بنك البنك فيه 2.2% هذه هامش ربح للبنك. طبعا هامش ربح شهري وليس سنوي، شهري اي نعم، يعني النسبة عالية يعني مقارنة بالبطاقة يعني بالتمويل. والحسم الشهري هذه ما عليها اي فوائد، وحتى لو بعد استحقاق المبلغ ولا سددت المبلغ ايضا ما عليها رسوم تأخير، لان هذه برضو يعني فيها اشكالية من الناحية الشرعية، فلذلك ما ياخذوا عليك اي ممتاز فوائد. طيب يا ابو امير، التمويل العقاري انت لك كلام فيه كبير جدا، و عانيت وشفت يعني ناس يدخلون في هذا وتضيع فيها عائلة كاملة. حدثني عن هذه النقطة وخذ وقتك لأنه شبه الوقت قارب على الانتهاء. تفضل. طيب أنا تعطيني صراحة أكبر خلاحك. مساحة، لأن صراحة الموضوع هذا جدا، أنا أوجه نصيحة صراحة لأي شخص سواء كان مدعوم أو غير مدعوم يفكر يتملك عقار حتى لو راتبك فوق 15,000، ادرس اتخاذ قبل لا تتخذ القرار، ادرس القرار مو ب 100% 200%. الآن يعني أبو زياد في شيء صراحة يعني أنا ما أدري وشلون أقول لك، يعني ما أدري وشلون أبدأ وشلون يعني ننطلق في الكلام. يعني عندنا أشخاص رواتبهم لا تتجاوز 10,000 ممكن إلى 12,000، يعني عندنا مفهوم يعني بشكل عام راتبه 10,000 وبيتملك عقار بمليون، 1,200,000 أو فيلا أو دبلكس أو فيلا وشقتين، يعني عقار أكبر من احتياجه تلاقيه يعني. وبعضهم والله ما تزوج، لسه ما تزوج يعني ما أكون أسرة، ويجي يبي يأخذ له عقار يعني فهذا لازم يدرس الموضوع يعني من كل جوانب، من كل الجوانب، ويستشير المختص. مو بتروح تجلس في الاستراحة يقولوا لك أمن مستقبلك وما إلى ذلك وخذ كلام من غير مختص. ايش فيها طيب لما يسوي زي كذا؟ ايش يحدث لك؟ انا بعلمك شيء، لما يجيك واحد راتبه 12,000 ياخذ تمويل عن طريق البنك الان، واعتقد الجميع يعلم النسب الفائده كيف ارتفاع الفائده. نعم. تاخذ تمويل بمليون، واعتقد ان الان انا اتكلم عن الرياض، يعني بيشتري فيلا بمليون، قال البنك انا بشتريها لك. اي هو ما يعرف ان المليون الفيلا هذه اللي يشوفها بمليون انها بعد ما ياخذ التمويل حتطلع عليه بمليونين و200. تخيل ان اصل التمويل الارباح اعلى من اصل التمويل، حتى لو بيدعمك الصندوق، حتى لو انت مدعوم، هل تستطيع يعني على التزام 60% من الراتب لمدة 20 سنة؟ 60%، 60% أنا أتكلم عن اللي رواتبهم 12,000 وأقل. 60% تقدر عليها لمدة 20 سنة؟ عندك زواج؟ أنا أتكلم
اتكلم طبعا عن اللي ما هو متزوج، يعني احنا نقول الان هذا لسه ما تزوج، اللي ما تزوج يعني انا حسبت 2,000,000 وقسمتها على 20 سنة ثم قسمتها طلع 100,000، 100,000 قسمها على 12 شهر 8,000. لا احسبها طبعا كذا كذا كحسبة كذا 8,000 من راتبك، راتبك 12,000، خلى من بقايلين 10,000، خلى على 12 4,000 ما تسوي لك شيء في المصاريف الأساسية، النفقة، مصاريف البيت. يعني أنت تأخذ بيت، يعني أنت ممكن كنت ساكن مع أهلك، لا تدفع فواتير كهرب، لا تدفع فواتير موية، جوال، الصيانة، اتصال. ناهيك عن لما حنا نقول الأمور الأساسية، يعني اللي تقول شبه يومي أو شهرية. هذه يعني إذا أنت منت متزوج، أنا أتكلم تقريبا من الدخل 20% حتروح من المصاريف هذه، ما بين فواتير كهرب، موية، اتصال، مثل ما ذكرت، صيانة. هل 20% هذه تستطيع أن تعيش عيالك فيها؟ طبعا يستحيل. أنت وقفت على مشاكل، أنا تمزق أسر، عدة مشاكل. أنا عندي ناس تقول لي أنا فكني بس من التمويل، أنا ما أبي فائدة، أنا أبي راتبي يرجع زي ما كان. يقول أنا نص الشهر ما أقدر أوفر حاجات أساسية، حاجات أساسية، يمكن حليب حليب للأطفال، أطفالي ما أقدر نص الشهر. يعني أنت تتكلم 15 يوم، هذا كيف يقدر يعيش بالله؟ يعني أصلا يعني أنا ما أعرف صراحة، يعني ناس تفكر خلاص أمنت مستقبل، أو عفوا أنا خذيت البيت خلاص أمنت مستقبلي. غير صحيح، ما صحيح، غير صحيح إطلاقا. يعني أنت تاخذ بيت على بالك أنك تبني إن أسرة، طبعا أنت تاخذ بيت وتهدم أسرة. كيف تصير تهدم الأسرة؟ يعني يصير في طلاق مثلا؟ طبعا يا أخي، أنت الأسرة يا أخي بنت الناس، أنت ماخذها من بيت أهلها معززة مكرمة، تيجي تخليها تجوعها عندك في البيت؟ مو بمنطق. يعني أدنى أو أساسيات الاحتياجات الأسرية أو المنزلية ما تلاقيها بنصف الشهر، مش حتى لو أنك ساكن في البيت. وش النصيحة فيها؟ يعني ياخذ شقة مثلا؟ ياخذ شقة يا أخي. أنا دقيق، أنا يا أخي أنت بتاخذ فيلا ما عندك مشكلة، وفر لك دفعة، خذ لك فيلا، ادفع دفعة مقدمة 50% 40%، المهم استقطاعك الشهري لا يتجاوز 45% من الراتب. من الراتب أقل يعني من النصف، أقل من النصف، أقل من النصف. وهذا بعد والله مين ياخذ لك الآن؟ مين يقدر ياخذ تمويل عقاري وعنده دفعة مقدمة ما تقل عن 300-400 ألف؟ صحيح. مستحيل. يعني وأنا شفت صراحة لقاء لوزير الإسكان يقول يعني بصراحة فعلا يعني إحنا ما في ثقافة تملك المسكن. يعني إحنا عندنا الواحد يتزوج سنتين وبيقفز لأعلى الدرج على طول من أول قفزة، يعني بياخذ كل خذ لك شقة في البداية. نعم. مستأجر ب2,000 ريال، ممكن ال2,000 ريال هذه مع الدعم تأخذ لك شقة تتملكها في المستقبل. بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة تملكت الشقة هذه، ممكن تبيعها، بيعها وخذ لك رأس المال هذه وروح خذ لك شقة. تقدر تأخذ لك فيلا باستقطاع لا يتجاوز 45%، وهذا اللي احنا كنا نتكلم عنه، رأس مال دفعة مقدمة. يعني من وين جت من الشقة، بدل ما تدفع الأجار إذا مرة. يعني مع العلم أن أنا أشوف الآن الوقت الحالي الأجار أفضل خيار من التملك أو من العقار، أفضل خيار بكثير. يقول لك اللي بتدفع في الإيجار أنت راح تدفع في ال أوكي أنت، بس لا تأخذ. هل فعلا اللي بدفع في الإيجار بروح يعني أنا صراحة شفت لقاء لأحد المطورين أو أحد المهندسين المصممين المعماريين، إيه؟ يقول تعرف العائلة السعودية الآن مكونة من زوج وزوجة وستة أطفال وعاملة، تدري أن 200 متر
فيهم للسكن صح؟ تتكلم شوف زوج وزوجة وستة أطفال، يعني يجيك واحد توه متزوج عشان ينجب ما شاء الله ستة، كم يحتاج كم يبي له سنة؟ سنين الآن ما عاد فيه إلا أربعة ويا دوب بعد. شوف حن أقول لك 200 متر تكفي زوج وزوجة إذا استغلت هندسيا بشكل طيب. نعم بالضبط صح. إذا أنت يعني تقول لا 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 تقحم نفسك يعني فعلا، حتى اللي راتبه عالي يعني حاول أنك إيه يا أخي أنت تأخذ خذ شوف أنا بعلمك الجهات التمويلية ترى ما تنظر لك مثلا، ما تجي تقول لك والله مثلا كم أسرتك ولا إيش التزاماتك ولا، هي بيعطيك هذه قيمة، أنت أعطيته قلت له قيمة العقار كذا بيحسب لك كذا، ترى الفائدة كذا وحتطلع لك النسبة كذا، أهم شيء البنك أنه ما تجاوز النسبة المتاحة نظاما اللي هي 60%، لكن النسبة المتاحة نظاما الآن الوقت الحالي تعتبر مرتفعة على دخل المعيشة على الشخص. يعني الآن أنا أرى أنا الصراحة حسب وجهة نظري 40% إلى 45%، انه مفترض ما يستقطع اكثر من كذا، خلها بتاخذ القيمه تطلع لك شقه. وش اثره؟ احنا دائما نسمع عن رفع والله اشوف هو رفع الفائده الفعل بسبب التضخم وزياده الاسعار، هذه طبعا في الاقتصاد العالمي ورفع الدولي طبعا من الفيدرالي الامريكي بحكم ان البنك المركزي عندنا هنا مرتبط بالبنك الفيدرالي، فهو يتم رفع بناء على إيش أثرها في التمويل؟ بتزيد في التمويل؟ لا هو خفض التمويل الآن، زي ما أنت شايف الآن ركود كبير يعني في العقار. أقصد في تمويل، لو أخذت تمويل بيزيدون عليه سعر فائدة. طب إحنا اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي هو 1,200,000 أصل التمويل صار أعلى من الربح، صار أعلى من أصل التمويل، وهذا سبب الفائدة. سبب الفائدة. الفائدة نعم. طيب في شيء تبغى تقوله أبو أمير في النهاية؟ أنا أبي أقول أول شيء شكرا لك على هذه الفرصة، وأوجه رسالة للسادة المشاهدين، يعني مهما أقول يعني ما أقدر يعني ممكن أوصل لي يعني رسالة معبرة، إلا لا تشارك رمز التحقق أي شخص كائن من كان رمز التحقق فقط، لا تشارك رمز التحقق وابحث فيما خلفها راح تجد القصص المأساوية خلف هذه. إيه فعلا، والآن وتشوف يعني الآن أغلب شوف مواقع التواصل اكتب بس يعني أنا أكثر من يعني أتوقع أني من كثر الحملات والرسائل اللي يقول لا تشارك رمز التحقق، اكتب بس في محرك جوجل بس لا تشارك رمز التحقق وشوف القصص. القصص سواء من الحملات التوعوية أو من القصص الضحايا. شكرا لك أبو أمير. شكرا الله يعطيك العافية. يا مرحبا وألف شكر لكم جميعا، وإن شاء الله أن قدمنا المفيد للسادة المشاهدين وكنا قيمة مضافة للحلقة هذه، وألف شكر لك أبو زياد. يعطيك العافية. إذن رمز التحقق خلفه مآسي. إلى اللقاء.